الحركة والتصميم. هذا هو عنوان النسخة الرابعة من الأسبوع السعودي للتصميم الذي انطلقت فعاليته هذا الأسبوع من الرابع حتى الثامن من شهر أكتوبر الجاري، والذي يقيم في مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية الذي صممته المعمارية الراحلة زها حديد. يعتبر الأسبوع السعودي للتصميم أول مهرجان تصميم على المستوى العالمي في المملكة العربية السعودية، ويضم معرضاً ومنتداً للتصميم وورش عمل وسوق للمنتجات. أصمم منتجات مختلفة، منها منتجات ومنها أثاث. أنا هذه ثالث سنة أشارك بأسبوع سعودي للتصميم. أنا كنت من أوائل الناس اللي شاركوا فيه، صراحة من المعارض اللي يعني صراحة مرة ترفع الرأس ومرة مرتب، وحلو أني شفتها يكبر من أول سنة إلى الآن. طبعا كبر البوث حقي من أول ما بديت، الآن صار عندي منتجات أكثر. أنا أصمم منتجات مختلفة تفيد المجتمع، كمثلا جلسات أرضية طبية كانت أول منتج أنا صممته، سبح معمولة من الألمنيوم عشان خفت وزنها، لأن الناس بدأت تتعب بالسبح الثقيلة اللي به الأحجار الكريمة. وبعدين صممت المحراب، اللي هو فكرة أن كل أشياء الصلاة تكون متواجدة في مكان واحد لتسهل عملية الصلاة للناس في البيت أو بشكل عام يعني في المجالس. تجربة السنة هذه بصراحة ممتازة وجيدة. احنا ركزنا كثير أو اهتمينا أن نكون موجودين في أسبوع سعودي للتصميم، بالنسبة لنا من أهم الإيفنتات اللي تصير في عالم التصميم في المنطقة. جميع هذه الأنشطة تجعل من هذا الحدث المكان المناسب لمناقشة التصميم ودوره في حركة الإبداع ونمو الاقتصاد الإبداعي، وبالأخص لدى فئة الشباب. احنا المسؤولين عن التصميم الهوية للأسبوع السعودي للتصميم، فاحنا ماخذين الفكرة كلها من البيبان النجدية ومن حايل ومن الجنوب، الرسمات اللي يرسمونها على الجدران وكذا. أنا مختص في تصميم منتجات صناعية، مشارك في سعودي ديزاين ويك لهذه السنة. الحمد لله انطباعي إلى الآن جميل جدا في المعرض. حصلت الفرصة أني أقدم ورشتين عمل الآن، وزي ما أنتم شايفين الآن مباشرة عندنا ورشة عمل من النحاس. قاعد نشتغل على منتج حامل للقهوة المقطرة، ستاند للقهوة المقطرة، والحمد لله كل أمور ممتازة. وبين هندسة ورسم وحياكة وتطريز وقص ولصق ونحت، يتنافس الشباب والشابات السعوديين والعرب في تقديم أحدث إنتاجاتهم الإبداعية والتخيلية وتحويلها إلى منتجات فعلية مستخدمة على أرض الواقع، لوحات فنية وأوان منزلية وملابس وإكسسوارات تتماشى وتواكب هذا العصر. لأخبار الثقافية، أحمد النويسري، الرياض.